السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد الفلوق خفيف في هذه الأجواء الممطرة ديال اليوم. الله يرفع عنا الوباء لجمعنا وجميع علينا ولجميع المسلمين أجمعين. الله يرحم أموات المسلمين أجمعين. ودي الرامبوا ديال باشكو كتسمى قديما اللي شادة على عبد المؤمن، شارع عبد المؤمن، شارع غاندي، وشادة شارع الوزيز، وشادة على شارع مودو بكيتا. من كيدوز ترامواي كيطلع للكليات، كتشوف الترامواي طالع دابا في القنطرة وكيمشي للكلية، كليات والتجارة اخرى كيطلع عبد المؤمن. وكتشوف هاد الأجواء ممطرة. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.